أول مرة. لا أول لا مرة تحدث. برا ما أقول، لا لا ما بعمل حتى ريبورت اكسيال قبل معناتها، ولا عمل حكاية هكا مش يعرف روحه. جا هو مصدوم، راي البروبليم شنية، هو يبدا نورمال، اما كيف نبدو معناتها يبدا عادي، معناتها كيف ما اي راجل اقعد عنده معايا، اقعد اكتئاب معايا وقرار. شويه، اقعد معايا شويه. فما انتو تي بروبليم بليك على في الويب، في الويب وتصلح البروبليم. انه ناس قاعدين يسمعوا على الويب لكن ما فماش. سا بو اريفي كيكو بان في بعض الاحيان، داكوردو. وهذه اول مره، اول مره تصير لنا. هات نعملوا ريكاب صغير، ولا ريكاب صغيره على اللي صار لك بالضبط، باش الناس اللي يخلطوا علينا يفهموا شنو هي الموضوع. الور تزوجت زواج تقليدي، الراجل اللي خذيته قعدته عام بعد الخطبه، حبيتوا بعضكم، وكانت قصه حب بعد الخطوبه هكا، ولا ليلة العرس وهي ليلة الدخلة وهي ليلة العمر. هذايا في مجتمعنا معناتها معروفة الليلة هذه. اكتشفت أنه راجلك عاجز جنسيا، يعني غير قادر على أداء واجباته الزوجية. سألتك أنا وقلت لك حكيتش معاه وإلا لا، قلت لي ما نجمش نحكي معاه على خاطر نجرحه، لكن أنا مطعونة من داخل، مجروحة من داخل، خاصة كلمات الناس. وتوا عندكم عامين عرس والناس تسأل فيك، معناتها اش بك ما جبتش صغير، اش بك ما كذا، اش بك ما كذا. هذايا فقط حوصله للناس اللي خلطت علينا على الفيسبوك وقاعده تتفرج، باش نجم تفهم شنية الحكايه. ومع الاعتذار، سا بو اريفي كيلكو بان تكنيك، راهو في سواء كان في الراديو ولا في التلفزيون. الور دونك قلت لي الناس كلاو لي وجهي. اي وبالنسبة بعدها كيف اقترح لي طبيب شوفوا حل شو يقول لك حاجة. وقتها؟ انا نمشي للطبيب كيفاش؟ لا انا شبيني، لا انا شنو ناقصني عارضة ونكبرها الحكاية، نحسها يستهار منها كأنها عيب. يعني تعال الواحد يمشي للطبيب مع أن الأمراض سبحان الله موجودة عند الناس الكل. صغير أكيد. هما ناس وبالنسبة أصحاء، ناس أصحاء. صحيح ومسألة العجز نجم تقع في أي لحظة، في لحظات ستريس، نورمال، في لحظات اي ديبريسيون، في حتى لحظات انا سي هيك سابو الفكرة اللي أريفي. كنت لاخذتها اللي كي على اول ما عرفتها قلت سي بون اكيد ستريس الهرس اكيد أي التحب ممكن ينجم يكون راه. حبيت نمشي بشوي بشوي. مي سامحني ماهوش عبيد معناتها راني لا عامين تولي المسألة معناتها مرضية، هذا بالرسمي حقها كبير. باقي حالة العجز موجودة. باقي اي شنو هو بالرسمي يا موقفه اخي انا في حالة العجز؟ هو شنو هو موقفه؟ شو يحكي معك؟ يتحرج، يتقلق؟ بيان سير ايش يتحرر تحكي يتقلق معاه؟ شنو هو تحكي؟ ايش تقول له؟ عنده حل ولا نمشيو قلنا للطبيب، نمشيو للسكسولوج، نمشيو للبسيكياتر، نمشيو، ايش يقول لك؟ يقول لك لا، نعملوا حل نعملوا حاجة. لا يرفض، ما يرفض فهمتش شنو كومبليتمون. السبب. اي يرفض كومبليتمون، ما فهمتش شنو السبب كاريمون. على مي تعبتني الحكاية وليت نخمم اني خونة لا ما هوش حل، مش تخون. هو اسمعني اسمعني، بالرسم تعبت شوف تعبت في البيت. والدتي اللي تو تسأل فيه يا أخي اللي تو فيرج ولا معناتها حكاية طلقيه سايبيه وأنا نحبهاش نعمل شفت شو المشكلة هذيك. نعمل. هاي راني المشكلة، وحلت، راني جيت في الوسط، المجتمع منا يجبد فيا منا وقلبي معناتها وحبي منا، راني تقطعت في الوسط ازمت، راني معيش فاهمش نتصرف، نخون ما نخونش، لا 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 نتحرر اسمعني اسمعني اسمعني، نطلقه، ما فهمتش تحبوا ما تخونش. اذا كان ما ما مشاش نخونش ما للطبيب يهمش ما استنى تهمش. يعني. لا 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 ما تشرعش الخيانة لانه مريض. اسمعني مليح، وقتاش وين تشرع انك تطلق وتخوى رجل اخر؟ وقت اللي العاجز يتواصل وما يحبش يمشي للطبيب. انت من حقك ما خذا راجل تحب تجيب صغار وتتمتع براجلك وراجلك تحب يتمتع نعيش كيف بيك، ماما تعيش كل كيما ما الناس الكل. يطلبوا. أي ولا اي هنا اصراره على انه ما يمشيش للطبيب يبدو لي غريب شويه هكا، ولا غريبه أي الحكايه. أي شوف فما ناس في المواضيع هذه يقعد عمرهم كامل ما يمشيوش للطبيب، راهو لانه يحس انه فما طعن في رجولته. صحيح نفس الور الحكاية كو اللي لا، حكاها. مساله العجز الجنسي كيفها كيما مرض السكري، كيفها كيما مرض ضغط الدم، كيف انت لو كان تجي تلوج في صحة راجلك وتعرفه باش مريض
تسمع فيا أتطلق جزء من المشكلة راه. إذا كان عنده ضغط الدم راهو مشكلة، إذا كان عنده مرض السكري تيب 2 راهو ينجم يأثر، إذا كان عنده إشكال نفسي راهو ينجم يأثر. معناتها هذوما كل مجموعة الأمراض اللي تخلي معناتها الإنسان غير قادر على القيام بواجباته الزوجية. يمكن مشكل نفسي ما نعرفش، خاطر حتى هو حتى في قرارات كجوري ياسر تتحكم فيه أمه، ياسر نجي وش ياخذ حتى قرار معناتها من غير ما يحكي معاها. بس انت باهي حكيتش معاه في الطلاق انت بصراحة، كان ما تمشيش للطبيب؟ لا، كأنها نوع من التهديد اللي معناتها ما هو تحفيز لي هو على الأقل مش يتحرك. ما حبيت فريني على قد من حولي نتشجع، أخذتني مطونة بالداخل ياسر مدمرة، نتشجع هكا ونقول يلزم نحكي معها، يلزم يشوف حل، يلزم يمشي للطبيب، يلزم يعمل لامبوسيبل معناتها. مش لامبوسيبل، يعمل اللي يلزم ويتعمل اللي يلزم وحسن شعري. هذه حاجة أساسية. أنا نجمش كان نبدأ نجبت في الموضوع، نحسها يبتلك ويبدأ حاشب ومبتوي يستعر من روحة، نحسها زادة حتى يقلق من روحة حتى هو. يعني علاقتك براجلك علاقة خو واخته في الدار؟ تسا خو واخته نجم تقول؟ لا مش نجم تقول، هذا هو. أي هذا هو أبار معناتها دليل ومعناتها كل شيء، معناتها بتاع الرجل ومرتها في النهار في الليل هو وقته وكهو عايشين هيك عامين بشو ضعوني من حياتي منش فيها ما حد شايفين. اللي فهمتوا أنك ما زلت عذراء هك، سمحني في السؤال. أي ما زلت عذراء. شوف أصبر علي وحاول تزول الطبيب، سهلة برشا العملية، ما تخوش أكثر من شهر. بديل سنة لو كان يمشي للطبيب الموضوع هذا يتحل في أقل من شهر. ما نجمش، كيفاش تنقل؟ كان تحبه أقف معه أنقل لك تهزه للطبيب بالسيف عليه سنة يمشي أصبر عليه، أصبر عليه كان تحبه. دمرت راني تعبت. لا سهلة برشا، هاني قلت لك يمشي للطبيب الموضوع يتحل، ينتهي الموضوع بي وانك او مشيت بيبو كده. وقتها انت حرة في حياتك. لا انت حرة في حياتك، تعمل اللي يظهر لك، ما تخونوش، تختار حياتك. داكور دو لالا، ميرسي بوكو. كتقرر كلمني، عاود كلمني مرة اخرى ان شاء الله. داكور دو لالا، يعيشك لالا، تصبح على خير. تصبح على خير، الى اللقاء. البعض يتقلق من المشاكل هذوما كي يسمعهم في الراديو ولا في التلي، لكنهم مشاكل. مشكلة العجز الجنسي مشكلة موجودة في بعض العائلات، وسجي ما عادش تابو لا في الراديو لا في الصحافة لا في التلفزيون. وإذا كان اليوم المرأة هذه حكيت على المشكلة هذه إلا لأنها جرأت وكانت عندها القدرة والجرأة على أنها تحكي مشكلتها. مش اللي عنده مشكلة من نوع هذا زاد يزمو يحكي إذا كان ما لقاش حل. الحل سهل في قضيتها، الرجل هيمشي طبيب. نأكد لكم اللي شهر من زمان ينتهي الموضوع. يلا نستنى تليفوناتكم على 71 113 1000 113 1000. سرك في بيرة على موزاي كفهم رجعي.